على الرغم من اتجاه الأنظار إلى خطر المواجهة العسكرية المحتملة بين روسيا والقوى الغربية إذا أقدمت موسكو على غزو أوكرانيا، إلا أن هناك وجها آخر للحرب المحتملة يشغل الخبراء في المنطقة العربية. فأوكرانيا تعد من أكبر مصدري الحبوب في العالم، إذ تحتل المركز السادس عالميا بين أبرز الدول المصدرة للقمح والذرة، كما أن عددا من الدول العربية تعتمد على أوكرانيا كمصدر أساس لواردات القمح، إذ تستورد لبنان نصف وارداتها من القمح من أوكرانيا، بينما يمثل القمح الأوكراني 43% من واردات ليبيا منه، ويمثل 14% من واردات القمح المصرية. وبالنظر إلى أن 40% من شحنات الذرة والقمح الأوكرانية سنويا تذهب إلى أسواق الشرق الأوسط أو أفريقيا، فإن ثمة مخاوف متصاعدة من تداعيات سلبية قد تهدد الأمن الغذائي في بعض هذه الدول، وربما عدم استقرار سياسي قد ينجم عن ارتفاع في الأسعار تأثرا بانخفاض كميات القمح المورد لتلك البلدان، الأمر الذي قد يؤجج احتجاجات شعبية في بعض الدول التي تعاني أساسا من أزمات اقتصادية وارتفاع في أسعار السلع الغذائية. وبحسب تقرير لمجلة فورين بوليسي الأمريكية، فإنه من غير المستبعد أن يتكرر سيناريو الاحتجاجات الشعبية على ارتفاع الأسعار إذا تراجعت كميات الحبوب الواردة إلى هذه الدول بسبب الحرب إن غزت روسيا أوكرانيا، وهو سيناريو سبق أن تطور إلى ثورة شعبية أسقطت النظام الحاكم في بعض البلدان، كما حدث قبل 11 سنة في بعض دول الربيع العربي، الأمر الذي يحتم على حكومات المنطقة البحث عن بدائل لتوريد الحبوب قبل أن تنتقل تداعيات الحرب إلى الشوارع العربية.